الشخصيات وطبيعة البيئة التي تعمل فيها الحركة نفسها. لكن يعني دعينا أقول لك أن الرئيس السيسي عنده إحساس كامل بهذا التنظيم، وقال أكثر من مرة أنا بواجه أخطر تنظيم في العالم، وخطورة هذا التنظيم ليس من أنه هو بيمتلك قدرات تدميرية أو كده، لا هو ما عندوش ده، شوية كلها فرقعات كلها كلام فاضي، لكن طبيعة الناس اللي موجودة داخل التنظيم. حتى لما تبص على مكتب الإرشاد المتهم الآن 90% أساتذة الجامعة. أنا لابد هنا أن يكون لي وقفة، أن أشعر شعورا حقيقيا أن لدينا مشكلة كبيرة في الفهم. أما يبقى عندي أساتذة الجامعة وناس مختصين في العلوم المتقدمة جدا في ألمانيا وإلى آخره وعاملين مشكلة بهذا الشكل الموجود، لازم أنا كمان كمواطن أشعر وكمسؤول أن هناك مشكلة كبيرة يتطلب يعني تتطلب حلا الموضوع. ولذلك أنا لما باجي أطرح قضية الإخوان الآن بصفتي عندي خبرة كبيرة بالتنظيم وأفراد واللي في الداخل واللي في الخارج، ما بقولهاش على أنها مشكلة سياسية، لا، هذه ظاهرة مجتمعية معقدة يتطلب حلها. والحريق المشتعل الآن بواسطة الإخوان في المجتمع المصري مش أول مرة، ده المرة الرابعة بالتأكيد، يعني تهب هذه النار ثم تنطفئ. احنا لابد ان نكون رجال اطفاء يعني محترفين، بحيث نطفئ هذه النيران حتى لا تعود مرة ثانية تشتعل في المجتمع بالشكل الذي، لابد ان ننجز هذا الانجاز، وده من ضمن التحديات التي تواجهنا. الزيارة لألمانيا في حد ذاتها اظهرت هذا، ان مش معنى اننا هتخلص من المشكلة في الداخل ان المشكلة هتنتهي، لا، لان هذا تنظيم موجود في اكتر من 70 دولة وموجود بتشكيلات أقوى من التشكيلات الداخلية. والفارق بين الداخل والخارج أنه كل اللي هنا إخوان مصريين، لكن الإخوان اللي في ألمانيا جميع الأجناس العربية مشتركة فيهم، فيهم جزائري وفيهم مغربي وفيهم فلسطيني وفيهم مصري وفيه كذا، يعني عاملين شبه تكتل عالمي في كل دولة من الدول، وبيجروا انتخابات ولهم تنظيم. أما جت الوحدة الأوروبية أصبح الانتقال بين الدول سهل. إذن الرئيس في ألمانيا ما كانش بيواجه التنظيم الألماني فقط، لا، التنظيم في أوروبا ككل، هو ديت قدراته وديت حركته. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه بعض السادة المتحدثين في الموضوع من السهل قوي أنه ينحاز للرئيس السيسي وكلنا منحازين ليه، وثم يقول الاتهامات للطرف الآخر ونصور أن هذا بينهي الموضوع. لا، احنا عاوزين حلول بالفعل الذي يفيد الرئيس السيسي ويفيد الحكومة المصرية الآن، هو الحديث العاقل الهادئ الذي يوصي بتوصيات تمثل إطفاء نهائيا لهذه الظاهرة وقضاء عليها بطريقة موضوعية وطريقة عاقلة. طيب معلش، حديث مع مين؟ حديث الهادئ ده عايزه تعمله مع مين؟ مع كل الناس. أصل خدي بالك مين كل الناس؟ معني عشان ما اسمعيني أنت أحد عاوزة تستفيد بيا؟ طبعا يا فندم. خدي بالك ان مفيش ظاهرة ارهابية في العالم الا ولها حاضنة اجتماعية تسندها. اشكاليتنا في الحاضنة الاجتماعية. انا دلوقتي عندي في السجن مثلا 5000 6000 كذا، هذا موجود، انا معرفش العدد قد ايه، لكن مش هم دول المشكلة. المشكلة الحاضنة الاجتماعية التي تمول وتساعد وتفعل هذا عن قناعة. إذا لابد من حوار مع هذه الحاضنة الاجتماعية لتتخلى عن هذا الدور وتدرك أنها تسير في الطريق الخطأ. طيب هرجع لحضرتك، بس أرجع لمعاني